كارثة تشيرنوبل هي حادثة نووية إشعاعية كارثية وقعت بالمفاعل رقم 4 من محطة تشيرنوبل للطاقة النووية في يوم السبت 26 من أبريل من العام 1986 قرب مدينة بريبات في شمال أوكرانيا السوفيتية، وتعد أكبر كارثة نووية شهدها العالم. حدثت عندما كان ما يقرب من 200 موظف يعملون في مفاعل الطاقة النووية الأول والثاني والثالث، بينما كان يتم إجراء عملية محاكاة وتجربة في الوحدة الرابعة التي وقع فيها الانفجار. تسبب انفجار المفاعل فور وقوعه بمصرع 31 من العاملين ورجال الإطفاء بالمحطة جراء تعرضهم مباشرة للإشعاع. وتباينت التقديرات حتى الآن بشأن العدد الحقيقي لضحايا هذه الكارثة، حيث قدرت الأمم المتحدة عدد من قتلوا بسبب الحادثة بـ 4000 شخص، وقالت السلطات الأوكرانية أن عدد الضحايا يبلغ 8000 شخص، وتنبأت منظمة السلام الأخضر بوفاة 93000 شخص بسبب الإشعاعات الناشئة عن الحادث، وسجلت المنظمة الطبية الألمانية ضد الحرب النووية إصابة 4000 شخص في منطقة الحادث بسرطان الغدة الدرقية أكثر من أي أنواع أخرى من السرطان، ولا سيما بين من كانوا في سن 18 عاما وقت وقوع الكارثة. وأشارت إحصائية رسمية لوزارة الصحة الأوكرانية إلى أن 2.3 مليون من سكان البلاد ما زالوا يعانون حتى الآن بأشكال متفاوتة من الكارثة. كما تسببت حادث مفاعل تشيرنوبل في تلوث 1.4 مليون هكتار من الأراضي الزراعية في أوكرانيا وبيلاروسيا بالإشعاعات الملوثة. كانت الرياح وقت الحادثة تتجه من الجنوب والشرق، مما أدى إلى انتشار الإشعاع في الشمال الغربي من اتجاه بيلاروسيا وأوكرانيا. في غضون 3 أشهر من حادث تشيرنوبل مات ما يقارب 31 شخصا بسبب التعرض للإشعاع أو نتيجة للآثار المباشرة الأخرى للكارثة في أوكرانيا وبيلاروسيا وروسيا. بعد تسرب الإشعاع في وقت قصير تم قطع العديد من الأشجار والغابات المحيطة بسبب مستويات الإشعاع العالية، وسميت المنطقة المحيطة بالمحطة النووية الغابة الحمراء، وذلك لأن لون الأشجار تحول إلى لون زنجبيلي ساطع في نهاية المطاف. تم جرف ودفن الأشجار ضمن خنادق. عليك أن تتخيل الخراب الذي أحدثته هذه الكارثة، والتي تعتبر نقطة في بحر الحروب النووية التي يخشاها البشر اليوم، في ظل التهديدات بين روسيا والدول الغربية وأمريكا في شنها ما بينهم وأثرها على البشرية جمعاً.